ايه رايك في توقعات وتنبؤات ليلى عبد اللطيف اللي دايما ما بتنزلش الارض؟ طيب انا هقول لك على حاجه، استاذه ليلى عبد اللطيف لا تقارن باحد، عالمه وخبيره واستاذه، وتحياتي ليها في كل كلمه بتقولها دي. ما ينفعش ان اصلا نجيب سيرتها في اي حديث صحفي، لان هي اغنى من ان احنا نجيب سيرتها. من كتر ما انا بحب هذه السيده لا يعلم بحالها غير الله. لا، وانا اتمنى ان يحصل تواصل ما بيني وما بين السيده ليلى عبد اللطيف. هي ما بتاذيش حد، هي بتقول توقعات سواء حصلت او ما حصلتش، فهي في الاول وفي الاخر بني بشر، هي انسانه. ليه بنعامل بعض بالضيقه دي؟ ليه يعني؟ ليه شيلي بقى المايك ده؟ ليه زعلت؟ لا اصل دايما بنظلم. ليه نظلم؟ او انت، هو احنا نعلم ايه اللي بينك وبين ربنا؟ طيب انت تعلمي ايه اللي بيني وبين الله؟ طيب حد يعلم اللي بينه وبين الله واستاذه ليلى عبد اللطيف؟ يبقى نتكلم ليه؟ ما ندع الخلق للخالق شويه، يعني ندع نخلينا في مشاكلنا الاهم، مشاكل صحتنا، مشاكل لما بتمر علينا ظروف ماديه، ليه نحط دماغنا ومناخيرنا في الشيء اللي ما يخصناش؟ طبعا شادره اقول لك انت ما انا بقول لك اللي جوايا حقيقي، وبقوله في اللايفات بتاعتي، بقوله على الصفحات بتاعتي، واللهم لك الحمد ناجحه. وفاء حامد بتنافس مين من خبراء عالم الفلك والطاقه؟ ولا اي حد. انا اقل تلميذه في مدرستهم، طبعا انا اقل تلميذه في مدرستهم،